بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا تجربة المقاومة الكهربائية لمادة جيدة التوصيل. الملاحظة هنا، طبعا الجدول مش موجود اعذروني، الملاحظة هنا مع زيادة درجة الحرارة المقاومة تزيد عكس المادة شبه الموصلة. المادة شبه الموصلة تقل المقاومة، لكن في المادة جيدة التوصيل مع زيادة درجة الحرارة المقاومة تزيد. وطبعا نفس الجدول اللي هو حق المادة شبه الموصلة، السيجما واللوك سيجما وعشرة أس ثلاثة على التي. طبعا نفس الخطوات، نشغل الأجهزة، هذا على التيم بالسيليزيوس وهذا للمقاومة، نضغط الباور، نفس كل شيء، ما فيها اختلاف. لكن هنا نلاحظ مع زيادة درجة حرارة 72، لما تزيد درجة حرارة المقاومة تزيد 75 132 76 ننتظر شوية 77 133، فمع زيادة الحرارة درجة الحرارة المقاومة تزيد. الرسمة نفس رسمة التجربة الماضية، لكن هنا هذه طبعا رسمة المادة شبه الموصلة تقل، لكن في الرسمة لهذه التجربة احنا نقول مع زيادة درجة الحرارة المقاومة تزيد، فتطلع لك الرسمة عكس هذه بالضبط، كلها زيادة. والرسمة الثانية ناخذ اللوج سيجما وعشرة أس ثلاثة على التي، ونفس الحكاية بتكون خط مستقيم بهذا الشكل لأنه تزيد درجة حرارة مع المقاومة، ونفس قانون حساب طاقة التنشئة. شكراً.